هذا المعرض ان شاء الله راح يتخلد الاجيال اجيالنا. مثل ما احنا فتحنا راح يصير معرض بالتحرير. معرض يصير بالتحرير مدى الحياة. أنا كإمام مسجد بفضل الله سبحانه وتعالى فضلت الصلاة هنا وقراءة القرآن هنا أفضل من المساجد، لأن هذا المكان قراءة القرآن والصلاة في هذا المكان فيه إغاظة إلى الفاسدين.